بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأستاذ علي على هذه الكلمة الطيبة. إخواني وأخواتي، رمضانكم مبارك وتقبل الله صيام وقيام الجميع، ويسعدني كذلك أن ألتقي معكم في هذه المناسبة الطيبة. حقيقة أنه كلما حلت هذه المناسبة التي يكون فيها برنامج مشترك ما بين مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية والمجلس العلمي، إلا ويتساءل المرء ماذا يمكن أن يقدمه من جديد لهؤلاء الحضور الكرام حتى لا يكرر نفسه وحتى لا يستهتر بالحضور. فلهذا دائما أحاول أن أختار بعض المواضيع ربما التي تكون فيها طرح بعض الأسئلة وبعض التساؤل، ربما لأنها قد تخلخل أو تمس بعض المسلمات، وهذا يبدو لي بأنه من المسائل التي هي يجب أن نتخذها مثلا يعني في ثقافتنا، وهي عدم الاستكان إلى المسلمات. في هذا الإطار اخترت أن أتحدث عن الزمان في المتخيل الشعبي الإسلامي. وحقيقة أن الأندلس كما قال الأستاذ عدلي هو كذلك حدث في الزمان، فهو لا يخرج، فهو كذلك يعني موجود في الزمان. وهذا الطرق يعني قضية الزمان، هو أنني لاحظت شيئا يعني موجود عندنا في سلوكنا اليومي وفي يعني أقول الثقافة الشعبية وأحدد هذه الثقافة الشعبية، وهو السلوك اليومي وهو السلوك العادي، ولا أعني به الثقافة الخاصة بالفئات غير المتعلمة، ولكن السلوك ديال العوام، السلوك العام، وهذه هي الثقافة الشعبية. لهذا كيف نرى هذا الزمان؟ ما لاحظته هو أننا عندما نتحدث عن الزمان يغلب علينا شكل هندسي معين، وعندما نرجع إلى القرآن نجد شكل هندسي معين، فأيهما الشكلين هو أصح؟ إذن من هذا الباب حاولت أن أطرق يعني هذا التصور للزمان، سواء في الثقافة الشعبية، وأختم بالقرآن الكريم لتصحيح المفاهيم. ودائما نحن أمام العلماء الفضلاء لتصحيح بعض الزلات أو الانزلاقات التي ربما قد نقوم بها في هذا الميدان. في هذا الإطار أقترح على مسامعكم موضوع الزمان وتصوراته في حياتنا اليومية. والزمان، والزمان بالآليف، لفظتان يتحملان نفس المعنى، لا فرق بينهما، لأنهما مشتقتان من جذر واحد، وتختلفان في طول المدة أو قصرها التي يحيل عليها المعنى المراد من كل كلمة. كما أنني في هذا العرض أبتعد عن مفهوم الزمان، أبتعد كثيرا عن الظهر، وأقترب من معنى التاريخ عندما يتعلق الأمر بالزمان في بعده الإنساني. إذن لماذا موضوع الزمان؟ لأن مفهوم الزمان عندنا وتمثلاته هي التي تحدد تفاعلنا معه، إما إيجابيا أو سلبيا. تفاعلنا مع الزمان يكون إيجابيا عندما نكون فاعلين فيه، متحكمين في زمامه، مسخرينه لمصالحنا. الغرب يقول أن احنا عندنا نماذج تحكمنا فيها في الزمان والمكان. ما هي هذه النماذج يعني الموجودة عند الغرب ويتباهى بها؟ هو أننا ضبط عندنا الساعة ما يسمى بالهورلوج، وعندنا ما يسمى فالهورلوج أو الساعة هي تفوق، وهي تدل على تفوق هذه الثقافة الغربية على أنهم تحكموا في الزمان وحاولوا تسخيره لصالحهم، دون أن يعرفوا بأن هارون الرشيد في عهد لوي كاتورز قد أهدى له ساعة، بأن العرب قد وصلوا اخترعوا الساعة قبل ما يصلوا الغرب إلى هذا النموذج الذي يتباهون به على أنه رمز لضبط الزمان.
ويكون تفاعلنا مع الزمن سلبيا عندما نكون خاضعين لسيرورته يفعل فينا ما يشاء. وكان العرب يتصورون قديما هو ذلك المريض المارد الذي لا يقر، فلأن الفاعل في الزمن هو الذي يستطيع أن يصنع التاريخ، وبالتالي القادر على البناء الحضاري، ويبقى النموذج السلبي على هامش التاريخ وغير مؤهل للبناء الحضاري. وسأقف في هذه الورقة عند نموذجين للزمان والتمثلات والتصورات الغالبة عندنا في ثقافتنا، لأخلص في النهاية إلى النموذج الذي يقدمه لنا القرآن الكريم. أولاً ما أسميه بالنموذج الدائري أو الزمان أو زمان العودة الأبدية. هذا هو النموذج السائد عندنا في تصوراتنا العادية، وهو تصور لا يأتي من فراغ طبعاً، لأنه نتيجة رواسب ثقافية وتجارب إنسانية قديمة تجاوزنا بعضها، والبعض لا يزال يقبع في لاشعورنا الجمعي ويؤثر على العديد من تصوراتنا للأشياء. لننظر مثلا في الثقافة الشعبية، عندما نتحدث عن الزمان نقول دوائر الزمان، دوائر الزمان، نتحدث عن دوائر الزمان. ونقول كذلك في الثقافة الشعبية الزمان نعورة، يعني النعورة الدائرية تدور. وهذا الزمان الدائري نجده حتى عند الظهريين، فالظهريين يقولون عن حياة الإنسان ما هي إلا أرحام تدفع، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. إذن تبقى يعني العجلة تدور، يعني أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. إذن هذا الزمن الدائري نجده عند الظهريين. حتى على مستوى الرؤية الحضارية، على المستوى الحضاري لننتقل من المستوى الشعبي إلى الكتابات الموجودة عندنا مثلا في الحضارة العربية، نجد مثلا الشاعر أبو البقاء الرندي الذي عاش داخل حضارة من أرقى وهنا الأندلس، ما أبدعته الإنسانية وهي الأندلس لا يخرج في تصورها عن هذا الشكل الدائري للزمن، فهو يستهل مرتيته المعروفة بالنونية أو الرندية بهذه الأبيات: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من صره زمان ساءته أزمان. إذن الزمان شكل دائري، ومن ثم يصبح سقوط الأندلس شيئا حتميا ومنتظرا، لأنه من خصوصية عجلة الزمن الدائري والتي تعود دائما إلى نقطة البداية. إذن هذا شيء غريب. ثم على المستوى الكتابة التاريخية نمر إلى العلامة ابن خلدون. على هذا المنوال ينسج كذلك ابن خلدون نظريته للعمران، وبخاصة تاريخ شمال إفريقيا الذي ينطلق من نشء العصبية وتقويتها على أسس قبلية وقيم معنوية، يعني تحل مكان عصبية سابقة وصلت إلى مرحلة الأفول والتلاشي لإنغماسها في المال الذاتي والطرف المادي الذي سيكون سببا في ضعفها بعد الاستقرار وإقامة العمران، وهو ما سيحصل حتما للعصبية اللاحقة، وهكذا تدخل بدورها في حلقة العودة الأبدية أو الزمان الدائري. فلهذا نجد ابن خلدون يصور كذلك دائرة الزمن أو استمرار الزمن أو التاريخ على حياة الإنسان، يعني النشو، يعني الشباب ثم الرجولة ثم الكهولة ثم التلاشي، وتدور القضية. تأتي تأويلات الأنثروبولوجيا وتعطينا مفهوم آخر على الزمان. ما هو الزمن الصحيح؟ ما هي الرؤية الصحيحة؟ هل هي الرؤية الدائرية أو الرؤية الخطية؟ حتى نقترب في الأخير من الرؤية الإسلامية. في التأويلات الأنثروبولوجية عندنا الزمن الأول، عندهم الزمن الطبيعي. يفسر الأنثروبولوجيون هذا النموذج من زمن زمن العودة الأبدية على أنه استنساخ للزمن الطبيعي المتجدد بحركة الكواكب وتعاقب الفصول،
وتعاقب الفصول، وهو غير المواقيت التي نجدها في الإسلام، مثل الحج ورمضان وأعياد. فالإنسان البدائي نسج إيقاع حياته على الزمن الطبيعي، ولم يخرج من هذا الطوق إلا ولم يخرج من هذا الطوق إلا ظهور الديانات السماوية. لاحظوا الخروج من الطوق كما سنرى. ثم عندهم، عند الأنثروبولوجيون، هذا الزمن الدائري هو زمن طبيعي، هو نسخ للزمن الطبيعي المتعلق بالفصول. وهناك الزمن الأسطوري عندهم، وفي حضارة الشرق الأدنى اليونانية والفرعونية والعربية في الفترة الجاهلية، اتخذ هذا الزمن الدائري شكلا أسطوريا المتمثل في طائر العنقاء. العرب يتحدثون عن طائر العنقاء الذي يبعث من رماده، يعني يكون شبابا ثم كان عندما يصل إلى الكهودة ثم يحترق ثم يبعث من رماده، وهذا إشارة إلى الزمن الدائري المتجدد الذي يبعث من رماده، وهو رمز عند الفراعنة، وهو رمز مثلا هذا التجدد للحياة، هو تجدد الحياة بعد الموت. فالفراعنة يربطون هذا التجدد بتجديد فيضانات النيل مع موسم الأمطار، هذه الولادة بعد فصول القحط والحرارة وهي الموت. واليونان بطائر الفينيق كذلك، عندهم طائر الفينيق، وطائر الفينيق وهو الذي نجده في أسطورات أسطورات البطل اليوناني الذي كتب عنه فرويد، يعني الذي كتب عليه فرويد، يعني لا مع الأسف هو الذي ذهب، الذي نبأه العرب بأنه سيتزوج بأمه ويترك، يعني أوديب الملك. نعم، فأوديب الملك عندما وصل إلى طيبة وأراد أن يدخل لابد أوقفه، يعني الفينيق أبو الهول، فقال له لا تدخل حتى تجيب عن بعض الأسئلة، إذا أجبت عن هذه الأسئلة ستدخل، وإذا لم تجيب لن تدخل. فقال له ما هي هذه الأسئلة؟ قال ما هو الكائن الذي في الصباح يصير على أربع، وفي الظهيرة يصير على اثنين، وفي المساء يصير على ثلاثة؟ فقال هذا هو الكائن الإنساني، عندما يكون صغيرا يمشي على أربع، وعندما يكون رجلا يعني مستوي البنية يسير على اثنين، وعندما يصبح كهلا يسير على ثلاثة، يعني رجلين والعكاز. فقال له ادخل. فإذن هذا مفهوم الزمان اللي هو مرتبط بحياة الإنسان، هو نجده في الثقافة اليونانية. التصنف لهذا من خلال هذا المفهوم الزمن، نجد بان الانثروبولوجيون يصنفون الحضارات وفق تفاعل هذه الحضارات مع الزمن، ويصف الانثروبولوجيون الزمن وفق نمط عيش المجتمعات. ففي المجتمعات الفلاحيه يغلب عليها التصور الدائري للزمن، لانها مرتبطه بتعاقب الفصول وخدمه الارض. بعد وبعض الأذكار عندنا في المغرب يعني تعطينا هذا التصور اللي هو الدائري، اللي هو مرتبط يعني بتتوالي الفصول وفلاحة الأرض. فنجد في بعض الأذكار تقول الدنيا حرت الله، والناس زرعها، والموت حصدها، والقبر خزنها. إذن فالقبر خزنها، يبقوا الحبوب، إلا شدنا الحبوب نزرعوهم غادي نبداو عاد ثاني من جديد. لو زيدت كلمة لخرجنا من الزمن الدائري ودخلنا في الزمن يعني الخطي، وهو والموت خزنها والبعث، نقولوا بالعربية الدارجة درسوها، لأن الناس ما غادي تكون درس، غادي يمشي تبن العمل اللي هو آخر، وغادي يكون الحب اللي هو مزيان ديال الحسنات. لهذا غادي نكونوا سيرنا في الخط اللي هو مستقيم، وخرجنا بالخط اللي هو أسطوري، خرجنا بالخط اللي هو أسطوري. وحتى هذه لو زيدنا كلمة أخرى سنسقط يعني في الدنيا حرت الله، والناس زرعوها، والموت حصدها، والقبر خزنها، والبعث غادي يكون عندنا رقم خماسي، وهو رقم الرمز الإسلامي، يعني الرقم الخماسي هو رقم الرموز الإسلامية، يعني هذا استمرته يعني الثقافة الإسلامية والعمارة الإسلامية، هذا الرمز الخماسي والسباعي.
إذن هذه وقفة، وهذه هي إشارة فقط نسأل فيها يعني الإخوة العلماء يعني في هذه المسائل. إحنا يعني غير ناس ديال الأدب، ولكن نقوم بقراءة فنية جمالية، ولكن لا نعرف مدى صحتها من ناحية شرعية. فلهذا دائما نحن يعني أمام الإخوان لا يصحيح كما قال عمر: إن أسأت أو أخطأت فقوموني، إن أخطأت فقوموني. إذن بعد هذا مقابل المجتمعات الفلاحية نجد المجتمعات ذات أنشطة تجارية، والدارسون الأنثروبولوجيون يلاحظون أن تصور الزمن عند هذه المجتمعات هو خطي عكس الزمن الدائري عند المجتمعات الفلاحية، لأن التجارة هي بحث دائم عن الأسواق للبيع والشراء، فهي رحلة مستمرة في المكان من أجل البحث عن الثراء والبحث عن، وهذا يذكرنا برحلة السندباد البحري. ولكن هل هي دخلت مثلا في نسق يعني الزمن الإسلامي؟ لا، لأن هذه هي رحلة المجتمعات تنقر إلى شيء فزمانها خطي، ولكن بدون أفق ديني، فهو أفقها وهو الربح المادي وسا الربح المعنوي. وهنا غادي يدخل يعني الجانب ديال الزمان في التصور الإسلامي. وقد نجد مجتمعات تتصف بثقافة روحية ولها تصور خطي للزمان، ولكنه بدون أفق ديني عكس ما نجده في الإسلام. وهذه المجتمعات تدخل فيما يسمى بالحكمة الشرقية. وكان لها بعض الآثار في بعض الفروق الصوفية بالعالم الإسلامي. وهذه المجتمعات هي التي تعتنق البوذية أو البراهمانية بالشرق الأقصى. إذن كيف هو تمت الزمن عند هذه الحضارات، حضارات الشرق الأقصى التي هي عندها رياضة روحانية، انطلاقا من اعتقاداتها وطقوسها الروحية وتصورها الخط للزمان الذي تسعى من ورائه إلى القفز إلى اللازمان أو الحاضر الأبدي، فهي تصنف هذا الزمان إلى زمنين، هذه الحضارات الشرق البوذية أو البرهمانية. الزمن الإنساني أو التاريخي عندها كيف تفهمه؟ هو زمن لا ينعم فيه الإنسان بالسعادة المنشودة، لأنه يعيش فيه مضطربا وعبدا لنزواته وغرائزه، لهذا لن يستطيع أن ينفد إلى جوهر الأشياء ويراها على حقيقتها إلا بكبح جماح هذه النزوات عن طريق رياضة روحية للوصول إلى تحقيق التناغم بين الجسد والروح. وهذا تحقيق التناغم عن طريق الرياضات الروحانية، وهي رياضة اليوغا التي نجد الآن الناس الغربيين الآن الذين يبحثون عن نفحات وإشراقات روحية لا يأتون إلى العالم الإسلامي بأكثر، يذهبون إلى البوذية أو يقومون بهذه الرياضات للوصول إلى التوازن الروحي. وهذا مما يمكنه من التخلص تدريجيا من الزمن الإنساني، زمن الفوضى والاضطراب الجسماني والعقلي والنفسي، إلى زمن الانشراح والسعادة الأبدية التي يمثلها براهما. وبراهما وهو الكائن المطلق الأبدي الذي خارج عن الزمن والمكان. والبراهما هو يعني هذا البراهماني أو الزمن المطلق هو تجاوز الزمن الكوني الدائري والزمن الإنساني التاريخي إلى زمن صرمادي ليس فيه ماض ولا مستقبل، تصبح فيه كل أزمنة حاضرا أبديا، وهو منتهى السعادة التي ينشدها كل الرهبان البوذيين والبراهمانيين. زمان بدون حساب ولا عقاب ولا جزاء كما نجد في منتهى الزمان الإسلامي. إذن ما هي هذه الرؤية الإسلامية للزمان انطلاقا من القرآن الكريم، والتي يختلف فيها عن هؤلاء يعني البوذيين أو بعض السلوكات التي نجدها عندنا في الثقافة الشعبية؟ في القرآن الكريم لا نجد ذكر لكلمة الزمان، ولكن الحديث عن الزمان جاء بصياغ ومعاني متعددة،
ولكنها تنتظم حول نموذجين متلاحقين ومرتبطين يصب أولهما في الثاني، وهما الزمن الإنساني الذي يسير في خط مستقيم ومستمر، وهو زمن التاريخي المرتبط بإقامة العمران وبناء الحضارات، ينتهي في آخر المطاف بالزمن الرباني، زمن البعث والنشور والحساب والعقاب والجزاء. والزمن الإنساني في التصور الإسلامي لا يخضع للفوضى كما نرى عند البرهمانيين أو عند البوذيين، وإنما يسير وفق سنن صنها الله له، وبالتالي فهو ليس خارجا عن الإرادة الربانية. ثم أن هذا الزمن الخطي التاريخي الإنساني في المفهوم الإسلامي لا يتناقض مع الزمن الكوني الدائري، لا يلغيه، لأنه بمثابة العجلة التي تقوم بتحريك الزمن الخطي، وهو بوصلة لمعرفة عدد السنين والحساب. وهذا من عظمة الرؤية الإسلامية التي تجمع بين الثنائيات التي قد تبدو متناقضة، الدائري والخطي. فالزمن الدائري لا يلغي الخطي، وهذا الجمع بين الشكلين لفهم يعني البعد الروحي والبعد الإسلامي والرؤية الإسلامية في العمارة الإسلامية، العمارة الإسلامية لا بد من معرفة التزاوج، كيف يمتزج الخطي بالدائري، يمتزج الخط بالدائري في وحدة متناغمة هي التي تعطينا الأرابيسك، وهي الصيرورة إلى ما لا نهائية. هذا من يعني من المسائل اللي هي مهمة في الرؤية الإسلامية، وحتى ربما حتى في الموسيقى الإسلامية لأنني لا أعرفها. هذه الثنائيات نجدها في الإسلام، ولكن إنها متناغمة، وحتى الحرفيين يعرفونها. فصحاب اللي كيديروا القبص اش كيقول لك؟ تيقول لك راه حنا كنخدموا القبص بجوج ديال الانواع، كاين تنديروا الدرجه والكتف. شكون هي الدرجه؟ هو الخط، والكتف هو الدائري. الدرجه والكتف، والعرب تيقول لك في العماره الاسلاميه عندنا جوج ديال الاشكال، عندنا الخيط وهو مستقيم، وعندنا الرمي لان الرمي فاش كنديروا يعني الخيط والرمي الخط الدائري. هذه يعني نجد جوج مجموعه ديال الحضارات، اما داخله في الفهم الدائري للزمان وتبقى محصوره يعني مخلوقه داخل الطوق الدائري، ونجد يعني حضارات تسير يعني في شكل خطي ولكنها بدون افق ديني مثل البرهمانيه او البوذيه، ونجد ان الاسلام يجمع بين الثنائيات بين الدائري والخطي، والدائري هو الذي يكون العجلة التي تجعل الخط يسير الخط. وهذه النظرية جمع بين الزمن الكوني الدائري والخطي هي التي نجدها في كتاب ابن طفيل في التأمل ديال حي بن وقدان. فمن تأمل ديال حي بن وقدان وصل إلى جزيرة وألقي فيها. ماذا كان يتأمل؟ يتأمل الزمن الكوني، لأنه يعيش في الزمن الكوني ويرى الكواكب ويرى يعني توالي الفصول من البرودة إلى الحرارة إلى الشتاء إلى الصيف، ويعني والتدبر للزمن الكوني لارتباطه بحياته اليومية. انتهى حي بن وقدان من تجاوز الزمان الكوني إلى معرفة الزمان الرباني، الخروج من الطوق الدائري إلى الخط المستقيم، إلى الخط المستقيم. وهذا ما نجده مثلا عند الشخصية ديال حي بن وقدان، وخصوصا بعدما التقى بالشخصية الثانية أصدبال الذي جاء من جزيرة أخرى وكان له بمثابة شيخ. ثم هذه الرؤية انتقال من الزمن الدائري الكوني إلى الزمن الخطي نجدها في الرؤية ديال إبراهيم عليه السلام، جيرات إبراهيم عليه السلام. وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام وهو يتأمل تعاقب الكواكب. انظروا عن تعاقب، فلما في سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي،
فلما آفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما آفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الخط المستقيم خارج من الدائرة، حنيفا وما أنا من المشركين. إذا تخلص من الطوق، يعني الزمن الدائري الذي هو أسطوري الذي هو مرتبط يعني بالكون وتوالي الفصول إلى الزمن الخطي. هذا الزمن الدائري الذي ظل قومه متوقين به، فخروجه عن قومه هو تكسير لهذا الطوق والخروج إلى الطريق الرباني. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثم هذا الزمن كذلك نماذج من الزمن والتي تدفعنا دائما إلى مفهوم الزمن في الرؤية الإسلامية، هي نجدها كذلك في قصة أصحاب الكهف. فسورة الكهف غنية بالدلالة الزمنية، كثيرة من الدلالات الزمنية. أولا الزمن الكوني، نجد فيها الزمن الكوني المتمثل في شروق الشمس وغروبها، وهو الزمن الدائري الذي تخلص منه الفتية ولجأوا إلى الزمن الرباني كما فعل إبراهيم عليه السلام. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. إذن هذا هو الزمن الكوني عن الدائري. ثم نجد في قصة أصحاب الكهف الزمن النفسي، وهو الإحسان، الإحساس الفردي بالزمن. قالوا كم لبيتم؟ قالوا لبيتنا يوما أو بعض يوم، هذه 310 ديال السنوات اللي هي في خارج، ولكن هما بأنهم كانوا قد ناموا ورقدوا ذاك الزمن الفردي شعروا بأن الزمن هو يوم أو بعض يوم. هذا الزمن الفردي، الزمن الفردي. والآن الناس في علم النفس وكذلك في علم كذا يتحدثون عن الزمن السيكولوجي وعزم هذا وهذا، ولكن القرآن الكريم في دلالات أكثر من هذه الأبعاد. فهنا يعطينا يعني نوع من الزمن النفسي. ثم عندنا الزمن التاريخي، يشير الزمن التاريخي، والقرآن الكريم يحيل على هذا النوع من الزمن بطريقة رمزية بليغة من خلال النقود التي حملها معه الفتى الذي خرج ليقتني الطعام. هاد النقود هي قيام لم تعد صالحة، لأن مر عليها التاريخ، مر عليها التاريخ، لا غاديش يعود باش غتصلح، مر عليها التاريخ. إنها قيام لم تعد صالحة لأن الزمن مر عليها. في التاريخ كزمن إنساني سيرورة مستمرة كالنهر، فلا يمكن أن نشرب من ماء النهر مرتين، وبالتالي لا يمكن الحديث هنا عن العودة الأبدية التي تحاكي الزمن الكوني. فأصحاب الكهف حتى ولو عادوا بالنسبة للأقوام الجديدة التي حلت محلهم هم أموات، هم أموات حتى ولو كانوا أحياء، لأن الزمن الإنساني لا يقبل العودة إلى الخلف. لهذا بعدت، لأن المدة الزمنية بعدت بينهم، بعدت بينهم وخلقت بينهم نوع من المساحة الزمنية التي هي في يعني تطور مستمر. ثم في يعني قصة الأكف عندنا نموذج الزمن الرباني، هو زمن غير محدود. لهذا قال الله تعالى في تحديد زمن نوم أصحاب الكهف: قل الله أعلم بما لبثوا. وذكر 300 سنة وتسعة يعني تحديد على مستوى الفهم الإنساني، ويعني التمديد حسب العلم الرباني. ربكم أعلم بما لبثتم، قل الله أعلم بما لبثوا. الزمن على مستوى رباني لا يحدد إلا بإرادته. والعطور على جثة الفتية دعوات ربانية للمشركين للتخلص من الزمن الدائري السحري الذي يعتقدون أنهم يتحكمون فيه من خلال رهبانهم ومنجمين على شكل ما فعل فرعون مع هامان، والدخول في الزمن الرباني الخطي. وكذلك أعطرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، الساعة وهي الاستمرار،
الاستمرار دائما إلى الأمام. ثم الزمان في المنظور القرآني للخلق، حتى نرى هل هذا الزمان للخلق واش مات الدهريين أو من الناس اللي جدنا في الأسطورة ديال أوديب الملك، وهي الدائرة نشوفوا الخلق يعني في القرآن. على عكس النظرية التطورية للجنس البشري عند الداروينية المنتشرة في الغرب، يمدنا القرآن الكريم في سورة الروم الآية 54: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لو وقف القرآن الكريم من بعد قوة ضعفا وتوقف لاعتقدنا بأن هناك رجعة إلى نقطة الانطلاق، النقطة الأبدية، خلق من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعف. لو وقف القرآن عند هذا لقلنا بأن سوف يرجع إلى نقطة البداية، نقطة البداية. ولكن القرآن وتوقف القرآن عند بعد قوة ضعف، اعتقدنا أنه يعني العودة إلى الضعف الأول، الاعتقاد السائد في لغتنا اليومية، الأب الطفل، وبالتالي نسقط في الزمن الدائري وزمن العودة الأبدية كما هو عند الدهريين وعند اليون. ولكن القرآن بلمسة بلاغية فنية أضاف كلمة شيبة، هذه يعني من أروع يعني الصور البلاغية في القرآن، شيبة للضعف الثاني حتى لا يحل لنا السقوط في هذا الزمن الدائري، وحتى لا يحيل حتى يجنبنا السقوط في هذا الزمن الدائري. ويفسر لنا أن الضعف الثاني إنما هو محطة أخرى غير الضعف الأول في سيرورة الزمن الإنساني الخاضع للحكم الرباني. إذن هذه بعض القضايا التي أردت أن أطرحها يعني بهذا الشهر المبارك، وهي قضايا فقط يعني لمفهوم الزمان يعني عندنا في الثقافة كما نتصوره في عادات اليومية وفي حديثنا اليومي وفي يعني كثير من تصوراتنا، ويعني كيف يتصوره البعض بعض الثقافات، وكذلك كما هو موجود في القرآن. لهذا نشير في هذه الخلاصة إلى أن الزمن الإنساني غير مستقل عن الزمن الرباني، فالعلاقة بينهما علاقة اتصال، لأن الزمن الإنساني هو التاريخ وكتاب العبر كما يصفه ابن خلدون، الذي يضعه الله سبحانه وتعالى بين أيادي أولي الألباب ليتفقهوه لما فيه من ذكرى وموعظة وحكمة. أما علاقة الانفصال فهي مع الزمن الدائري المغلق المبني على فكرة العودة الأبدية لافتقاره للبعد الديني. فجاءت الديانة السماوية لانتشال الإنسان من هذا الطوق العبثي وتعطي لحياته معنى، وذلك بتحمل الأمانة الربانية التي أنطت به منذ الأزل. وبهذا الوعي سيكون فاعلا في الزمان وليس خارجه، مستسلما لتقلباته التي يعتبرها حتمية، وبالتالي يكون قادرا على بناء الحضارات الإنسانية ومساهما في تطورها نحو الأفضل وفق زمن خطي يربط السابق باللاحق، وهو ما ينعته الله سبحانه وتعالى بالتدافع. التدافع هو إلحاق يعني السابق باللاحق، يعني غادين في خط مستقيم، السابق يدفع اللاحق واللاحق يصبح سابقا ويدفع اللاحق، لهذا يكون التدافع، لأنه كذلك الحضارة الإنسانية والتاريخ الإنساني هو سيرورة خطية. هذا التدافع الخطي هو أساس البناء الحضاري، وليس زمن العودة الأبدية الذي يردنا دائما إلى نقطة الصفر. فلهذا بعض المرات ونحن نتحدث مثلا ونحن كلنا أغلبنا من قطاع التعليم، ولا بد من فتح هذا القوس، يعني بعض المرات عندنا هذا الزمن العودة الأبدية في بعض القطاعات من القطاعات اللي هي ديال، فنجد مثلا عندنا في التعليم دائما عندنا هذا الزمن الدائري، يعني يأتي إصلاح ثم ينشأ ثم يصل إلى قمة ثم ينزل ثم يمشي، كيجي واحد عاوتاني آخر وكيدير إصلاح وكيدير عاوتاني يطلع وهذا وكيدير،
إذا المشكل ليس في التقنيات وليس في المسألة، هي مسألة دينية، هي المسألة دينية هي اللي عندنا فيها المشكل، هي اللي عندنا فيها المشكل. لأن يعني في كل قطاع كنلقى الزمن الدائري، حتى في الطريق تلقى صوبها اليوم غادي تصوب شويه غدا عاوتاني طاح ليها شويه الشتا مشات عاوتاني تدمات عاوتاني، وهذا هو الزمن الدائري. هذه رؤيه يجب ان نتخلص منها ونتخلص من الضغط، وهو الغرض هو الذي اردت ان اوصلها ان اوصله يعني في هذا اللقاء المبارك. وهنا يعني هذا الزمن الزمن الخطي والزمن الدائري دائما ارجع الى استاذي كبير، وهو أستاذي في الابتدائي، وهو أحمد بوكماخ رحمه الله، ونجد عندها بعض المسائل درسناها في الصغار ولم نفهمها إلا في الكبار عندما أصبحنا كهول، عاد فهمنا بأن المعنى ديالها. عندنا يعني نص اسمه الخريف، يعني ندخل يعني في المدرسة اسمه الخريف، وفي هذا النص الشعري هناك دوح كبير شجرة والأوراق تهرب منه والطيور تهرب من هذا لأنه جاء الخريف. همد الحقل فالعشاش فالطيور فالطيور تقول وداعا أيها الدوح وداعا سنعود إذا ما عاد الربيع، والأوراق تقول وداعا أيها الدوح وداعا سنعود إذا ما عاد الربيع. الزمن الكوني يعني دائري، وقال الزمان للدوح ستعود والأطيار والأوراق جميعا وأنا حيث أمضي لا أعود. الزمن سائل خطي. لهذا يقول أبو العتاهية في إحدى تأملاته: فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دوم يومك والليالي باقي والليالي باقية، وغدا مصيرك لا ترجع بعده. أنه عنده إحساس بالزمان الخطي. وغدا مصيرك لا ترجع بعده، وإما جنان الخلد وإما الهاوية. اللهم احفظنا منها واعطنا الجنان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.